نشوف مباراة، يعني مباراة حلوة ومباراة صعبة. كابتن محسن، تشكيل النادي الأهلي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، خط الظهر يحيى عطية الله، رامي ربيعة، خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق، خط الوسط النهارده عودة لعمرو السولية وبيبدأ النهارده بيه في خط الوسط، إمام عاشور، أحمد نبيل، كوكا، وفي الأمام طاهر محمد طاهر. خلاص طاهر محمد طاهر ثبت أقدامه، وحسين الشحات، وفي الهجوم بنقول له عودا حميدا محمود كهربا. رأيك كابتن محسن في التشكيل؟ يعني التشكيل فيه تغيير عن المعتاد، لانه احنا تعودنا ان يكون فيه ثبات في تشكيل النادي الاهلي. لكن النهارده احنا شايفين بعض المتغيرات، خاصه في نص الملعب. مروان مش موجود وبيحل محله كوسط مدافع السوليه. تمام، ده حديث جانبي ما بين بابا فاسيلو المدير الفني للاتحاد وميشيل يانكوني مدرب حراس مرمى النادي الاهلي. اتفضل يا كابتن. وبالتالي بيلعب الاهلي النهارده اثنين محاور موجودين في قلب الملعب، السوليه وكوكا. كوكا بدا يثبت اقدامه في منطقه النص كوسط مدافع، وبنامل ان هو يطور من مستوى الاداء من مدافع الى صانع لعب. وبالتالي يبقى عنده زيادات في الناحيه الهجوميه، بحيث انه يكون في دعم للخط الهجوم من نصف الملعب. نصف الملعب الدعم بيجي دايما من امام عاشور، وهو يمثل راس حربه ثاني في الفريق تحت راس الحربه الاساسي، سواء كهربا اللي بيلعب النهارده بعد غياب، ونتمنى ان هو يكون قضى فتره اعداد جيده حتى يظهر بالمستوى اللائق، وبالتالي يكون في تفاهم بينه وبين امام في هذه المنطقه. كان النادي الاهلي عنده مباراه من حوالي 3 ايام، مباراه وديه انا رحت اتفرجت عليها في ملعب مختار التتش، يعني محمود كهربا قابله فيها بلان حسن، وواضح ان هو يعني بيبدا صفحه جديده وعايز يعني يبدا يثبت اقدامه الفتره اللي جايه. انت عارف يعني انا في وجهه نظري مشكله كهربا هي مشكله لياقه بدنيه فقط. يعني هو بيبتعد كتير، وبالتالي بيفقد كتير من حساسية الكرة ومن القوة والسرعة وعوامل اللياقة البدنية. لو وضع تحت برنامج مكثف وقدر ان هو يستحمله لمدة اسبوعين، من الممكن ان هو يبقى مجهز بشكل كويس، يعود مرة اخرى الى التألق. نتمنى النهاردة تكون الفترة اللي فاتت بتاعت التوقف فادته، لانه ما كانش موجود في المنتخب، كان موجود في اجازة. اتمنى ان هو كان قضى الاجازه دي بشكل ايجابي، بمعنى انه استغل الاجازه في الاعداد الجيد لما هو قادم من مباريات، لانه امامه تحدي، وتحدي كبير. حقيقة. لابد ان هو يثبت جدارته بهذا المكان وباستمراريته. تمام. كابتن عادل، كابتن محسن بيتكلم كلام مهم جدا، وهو بعد اصابه اسامه ابو علي، واسامه ابو علي يعني تالق بشكل كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت، واحد من اللي كانوا بيخلصوا مباريات النادي الاهلي. النهارده عوده كهربا، شايف النهارده يبدا بكهربا ويدوله الفرصه، وكهربا لعيب كبير، ولا كان يحط طاهر محمد طاهر، ولا رايك ايه في هجوم النادي الاهلي النهارده؟ ودلوقتي احنا بنتكلم على الفتره اللي المفترض انت بتعمل اكتر من هداف للفرقه. كويس. طاهر محمد طاهر او بيرسي تاو مش فراوده اساسيين زي كهربا وزي اسامه ابو علي، اللي هو بيلعب في الصندوق، الفرود اللي بيجيب جون، الفرود اللي واقف يخلص اللعبه بعد المناورات اللي بتتعمل. ولكن في الاخر انت محتاج انك انت تكتر اكتر حجم اللاعبين المتواجدين. يعني كهربا بنقول عليه لعيب كويس، وطول عمرنا عارفين ان هو لعيب كويس. غاب فتره كبيره جدا ورجع اثبت جداره بشكل كبير. كهربا جه عليه الوقت الموسم اللي فات اللي قبل اللي فات، هو اللي جايب لك بطوله افريقيا مع اللاعبين. ولكن كهربا كان من اعلى. نزل دلوقتي بيجري عمليات الاحماء وبيلقى التحيه من جمهور النادي الاهلي. محمد الشناوي واحد من نجوم النادي الاهلي وحارس مصر الاول. خليني بس اخدك لحته مهمه يا اسامه. مهمه جدا. انت محتاج انك انت تكتر من عدد اللاعبين الجاهزين للاعيبه النادي الاهلي عشان الفتره اللي جايه، عشان الفتره القادمه. انت عندك موسم استثنائي ودور استثنائي. بكلمك على سياسه لا تصلح زي الموسم اللي فات. الموسم اللي فات انت تاخرت كتير قوي في بدايه الدوري، لان كان عندك نهايه الدوري انت فنشته كويس، وكنت عندك صعوبه في المباريات. كنا بنلعب في ال 43 يوم لعبنا حوالي 11 مباراه حاجه كده، او اكتر من 11 مباراه او 14 مباراه. فانت بتتكلم ان احنا الموسم ده بالدوري الاستثنائي انت محتاج انك انت تكسب
جميع البطولات اللي هي في بداية الدوري اللي هو في الدور الأولاني. ليه؟ لأنك أنت عاوز تفنش الدوري بدري، لأن هيبقى عندك معترك قوي جدا بعد كده في النهائيات. عشان كده بقول لك الدوري السنة دي قصير، كان في 25 مباراة. أنا لا، الدوري السنة دي ما أنت معوضة في بطولات كتير. النادي الأهلي كان بادئ الموسم بتسع بطولات على صعوبة الدوري. أو 8، ما أنا بقول لك لا، النادي الأهلي بادئ بثمان بثمان بطولات يا أستاذ. ثمان بطولات ده محتاج انت فيها سكواد كبير جدا، محتاج عدد لاعبين كتير قوي. انا بكلمك على الموسم اللي فات من الموسم ده، انت بتتكلم على بدايه دوري وبدايه دوري حتى الاتحاد السكندري. خلينا نتكلم عن النادي الاهلي في بدايه موسم وبدايه موسم يا هشام. انت بتتكلم على النادي الاهلي في البطوله دي، محتاج ما يبقى ازاي البطوله اللي فاتت. البطوله اللي فاتت اتاخرنا في بنات كتير جدا، وبعدين عوضناها في الاخر. لكن البطوله دي انت صاعد بالنقاط بتاعتك، فيجب انك انت تشتغل شغل تجاري. احنا لعبنا اول ماتشين، عشان كده بقول لك ان البطوله دي قصيره، فما ينفعش انك تتهاون في اي مباراه فيها. لا، انت انا بكلمك على الفكره يعني بتاعت كهربا. تمام. انا بكلمك فكره كهربا وفكره طاهر محمد طاهر وفكره بيرسيتاو. المفترض ان انت طول الوقت انك تحضر اللاعبين عدد كافي، علشان هيحصل لك ضغط مباريات وهيحصل لك مباريات قويه جدا. تمام. خلينا اقول لحضراتكم تشكيل الاتحاد السكندري في حراسه المرمى: المهدي سليمان، خط الدفاع مروان داوود وعبد الله بكري ومحمود شبانه، مصطفى ابراهيم في خط الوسط، ناصر ناصر، مورو سليف وكريم الديوه في الهجوم، ايمانويل ايبيه وفادي فريد وبيكالي اوبان. ده تشكيل الاتحاد السكندري. دكتور ثابت، الفكره اللي بيلعب عليها بابا فاسيلي. بابا فاسيلي النهارده زي ما احنا شايفين جمهور النادي الاهلي وتواجده زي ما قلت لحضراتكم في كل الملاعب، ورا لعبته في اي ملعب تلاقي جمهور النادي الاهلي متواجد داعم ومساند، وهو دائما وابدا اللاعب رقم واحد. بابا فاسيليو عنده النهارده ثبات في التشكيل، مغير اتنين بس عن الماتش اللي فات. يمكن هو بيلعب 4-3-3 او 4-1-4-1. المهدي سليمان في حارس مرمى، اتنين مساكين محمود شبانه وعبد الله بكري، ناحيه اليمين مصطفى ابراهيم وناحيه الشمال مروان داوود، مورو سليف وهو اللي بيبقى اللعيب ستة هو اللي بيحمي الاتنين المساكين، الاتنين اللي بيزيدوا ناصر ناصر وكريم الديب. كريم الديب ده اخطر لاعب في الاتحاد السكندري من وجهه نظري، لانه بيجي من تحت، رقم 17 كابتن الفرقه. عنده الاثنين اللي على الاطراف، ايمانويل ده هيبقى في ظهر يحيى عطيه الله، لعيب سريع وعنده قوه، وفانديريك. فانديريك الجابوني ده يمكن دي الفكره اللي هم بيلعبوا عليها. نتكلم على فانديريك الجابوني ده، لعيب عنده 21 سنه، وقدام فادي فريد هو المهاجم المحطه. زي ما قلت لحضرتك هم اسلوب لعبهم لعب مباشر، يعني تمرير طولي مباشره. بص حضرتك اللي معاه الكوره ده يعتمد على فادي فريد، عنده السرعه والقوه والقوه. مين اللي معاه الكوره ده؟ اللي هو كريم الديب رقم 17. بص الجناحين فين بتوعهم، الجناحين دايما فاتحين عرض الملعب، ما بيخشوش لجوه. الناحيه اليمين ده ايمانويل، هو بتتلعب له التمرير الطولي في ظهر مثلا يحيى عطيه الله او بنجامين اللي هو النهارده بديله فانديريك الجابوني، 21 سنه اول مره يبدا اساسي، حطه في ناحيه اكرم توفيق. فعنده اثنين افارقه هنشوفهم فاتحين الملعب بالشكل ده، اللي بينزل فادي فريد. هات الصوره اللي بعدها كمل على طول، هتلاقي برضو نفس الفكره هنا برضو لما اتلعبت راحت لمين؟ لايمانويل. عشان كده بقول لحضرتك ايمانويل واحده دور مهم، ودي اللعبه اللي بيلعبوا عليها، ان انا بلعب. هات اللي بعدها برضو، هتلاقي برضو نفس الفكر، ان انا بلعب لعب مباشر اهو على طول، هو بيستلم الكوره. فهنا النهارده وسام ابو علي مش موجود، فهل كهربا هيقدر يضغط الضغط العالي اللي بيعمله وسام ابو علي؟ هي دي الفكره. هل لازم كهربا النهارده يضغط؟ لان انت بتلعب فرقه بتلعب اسلوب لعب مباشر، بتعمل تمريرات طوليه، فلازم تعمل ضغط عالي عشان تمنع الخطر من بدري. كمل هات الصوره اللي بعدها، شوف الكوره راحت فين. هنا كريم الديب هو 8 بيهاجم المساحه اللي في ظهر الباك اليمين، والجناح نزل لتحت بيبدلوا الادوار مع بعض. يعني النهارده اذا النهارده مفاتيح الهجوم، المفاتيح الهجوميه للاتحاد من على الاطراف، من على الاطراف الله واكرم في ظهر الباكين سواء ايمانويل او فانديريك، وكريم الديب بيجي من تحت. تمام تمام. خلينا نروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل نستكمل التحليل الفني لمباراه الاهلي والاتحاد.